بعد دقيقتين ما نزلت المنشور لك. جيت الصبحيات مشان افتح المسجد مع اذان الفجر، فلقيت طبعا المسجد مسكر مثل ما سكرناه بالعشاء، ولكن لقيت الدخان والاثار الحريق موجوده على باب المسجد. ففتحت المسجد فوجدت كل المسجد دخان كثيف جدا فيه، ففتحت الشبابيك مشان يتهوى المسجد وشغلت بعض المراوح، ولكن ما قدرتش ابقى في المسجد، ولكن خرجت المسجد الحمد لله من لطف الله عز وجل محصن، في عليه شبك في الطابق الارضي، مسكرات الشبابيك، يعني الحمد لله الاذى بس كان على الباب في الخارجي مبين اثار حريق كبير، الحريق ممتد للداخل. تعال على المدخل، ضلك جاي على المدخل، لكن اول جاي